البيت علشان يكون دافي محتاج عمدانه تكون صلبة، والأم والأب هم عمدان البيت. البيت عشان يكون دافي محتاج أم حنونة وأب مسؤول، محتاج أب وأم متزنين، أب وأم عارفين يعني إيه مسؤولية ومتفاهمين، عارفين إزاي يقدروا يطلعوا جيل متزن وجيل على كل الأصعدة النفسية والاجتماعية والعاطفية جيل مسؤول، عارفين ان ازاي لما ولادهم ييجوا يكونوا بيت يعرفوا ان الحريه مسؤوليه. للاسف في الفتره الاخيره بقينا نشوف نماذج كتيره لبيوت فقدت البيت، لان البيت مش اربع حيطان، البيت هو فيه هو لازم روح، والروح دي لو ما بقتش موجوده ما بقاش الاستقرار موجود، ولا الامان ولا الطمانينه ولا الانتماء. اهلا بيكم مشاهدينا ومشاهدي قناه الصحه والجمال، كل عام وحضراتكم بخير. هكون معاكم في حلقه جديده من برنامجكم بيوت دافيه، انا نسمة عبد الوهاب، كل يوم اربع لمده نص ساعه من دلوقتي. الحقيقه موضوع النهارده هو مشكله من كتر ما هي اصبحت للاسف منتشره، بقت ظاهره، وهي ظاهره هروب المراهقين من اسرهم ومن البيوت. الموضوع بكل تفاصيله وإيه الدوافع اللي أدت لده والنتائج اللي ترتبت على حدوث الظاهرة دي هنتكلم فيه مع ضيفتي الكريمة أستاذة أمنية عبد الرازق، أخصائي تعديل السلوك. ولكن بعد الفاصل، نطلع فاصل صغير واستنونا، وبيوت دافية. اهلا بيكم مشاهدينا، ورجعنا مره تانية من الفاصل. وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل ان احنا موضوع حلقتنا النهارده هنسلط الضوء على ظاهره هروب المراهقين من اسرهم. الحقيقه المشكله دي بتاثر على الاسره بشكل كامل، وبتاثر على شكل حياتهم، مش بس كده، دي بتاثر كمان على الصحه النفسيه والصحه الجسديه للمراهق، بتاثر كمان على المجتمع بصوره اكبر. خلونا في البداية نرحب بضيفتنا اللي منورانا النهاردة في الاستوديو، أستاذة أمنية عبد الرازق، أخصائية تعديل السلوك. أهلا بيكي أستاذة أمنية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي أستاذة أمنية. في البداية حابين تعرفينا وتكلمينا عن ظاهرة هروب المراهقين من أبائهم. طيب، في البداية هم ليه أصلا بيلجأوا لهذه النقطة؟ أولا لأن في إغفال من الأسرة عن طبيعة المرحلة اللي بيمر بيها المراهق أو الطفل المراهق. خلينا في البداية نقسم مرحلة المراهقة ثلاث مراحل. أول مرحلة اللي هي المرحلة اللي هي أول حاجة خالص، من 11 سنة ل 14 سنة، ودي طبعا بتتميز بظواهر معينة أو خصائص معينة. ندخل بعد كده المرحلة الثانية من 14 سنة ل 18 سنة، بعد كده المرحلة الأخيرة والثالثة اللي هي من 18 سنة ل 21 سنة. يعني من 18 ل 21 يعتبر سن مراهقة. سن مراهقة و21 فيما فوق ده سن الرشد بقى. طيب، تمام. سن المراهقه ده كله بيبقى فيه شويه خصائص كده، يعني بتيجي استشارات او حاجه من الامهات، بلاقي دايما او حتى في الدراسات اللي معموله عن الاطفال المراهقين بتلاقي دايما ان في شويه ظواهر كده. ايه هي الظواهر دي؟ هتلاقي دايما ان هما ما عندهمش بالانس او توازن في الانفعالات والمشاعر بتاعهم، عندهم دايما تمرد ناحيه الاوامر، وعند فظيع عن الاطفال كمان. ليه؟ لان هم هنا مش عارفين هم اطفال ولا هم كبار، هم في مرحله متذبذبه، مش عارفين ان هم في الحته اللي تحت دي ولا الحته اللي فوق دي. فهنا بقى الاهل بيعملوا ايه؟ الاهل بيتعاملوا معاهم باسلوب خاطئ، العند بالعند، الند بالند، هتعمل كذا يعني هتعمل كذا، هتصلي يعني هتصلي. فهنا الطفل او الشخص المراهق ده بيبقى متذبذب، انا عاوز اعمل حاجه وانت مش عاوزني اعملها، انت بتوصلها لي بطريقه ثانيه. مش عارف احتياجاته ومش فاهم نفسه، يعني هو بيبقى في مرحله من اللخبطه في كل شيء. هو مش فاهم نفسه نتيجه ان اهله كمان مش فاهمينه، يعني طبعاً. انا لو مفهمه ابني ايه هي طبيعه المرحله اللي انت بتمر بيها، مرحله المراهقه وسن البلوغ والتغيرات الفسيولوجيه والتغيرات اللي بتحصل لك في جسمك وفي ذهنك وفي افكارك، هو هيبقى متقبل نفسه، هو هيبقى عارف ايه التغيرات اللي بتمر بيه، لذلك هو هيبقى على دراية أكتر بالتصرفات اللي بيعملها. كمان دور الأهل هنا كبير جدا، يعني هو دور الأهل هنا يعني في لما بيتعرض عليا استشارات بلاقي دايما إن في أطفال مراهقين إلى حد ما عندهم نضج في تفكيرهم، وفي أطفال تانية أو في أشخاص مراهقين تانيين بتلاقي عندهم تمرد وعند فظيع وسلوكيات غير سوية. ده بيجي بسبب إيه؟ ده بيجي بسبب حاجتين.
اولا دور الاسره من وهم صغيرين لحد فتره المراهقه اللي هو فيها، تاني حاجه دورهم في التعامل مع الخبرات اللي بيمر بيها من هو صغير. طب هو الموضوع ما يكونش فيه جينات وراثيه بتاثر في الشخصيات؟ دايما بقول ان اي سلوك اي سلوكيات هي عندنا في جسمنا نتيجه حاجتين، نتيجه الوراثه ونتيجه الاكتساب. الوراثه احنا كلنا عندنا صفه العصبيه والعند والتمرد بس بدرجات. اللي بيخلي الدرجه توصل لاعلاها وايه اللي بيخلي الدرجه توصل لادناها طبيعه الاكتساب بتاعي انا من الخبرات. لو اهلي كانوا عندهم عند، يعني لما ام بتقول لي ايه انا ابني عنيد قوي حتى لو 3 4 سنين، بسالها اول سؤال حضرتك بتتعاملي مع طفلك ازاي؟ انا بضرب، انا بعاند، انا بتعصب، فطبيعي جدا ان الولد او البنت دي هتبقى عناديه وهتبقى عصبيه. دي حقيقة. فطبيعة الأم أو طبيعة الأب هي انعكاس على شخصية الطفل أو شخصية المراهق. كمان دلوقتي بقى للأسف المراهق عنده اللي المفروض البيت سواء ليه أو لأي فرد بيبقى هو مكان الراحة ومكان اللي بنهرب من ليه من متاعب الحياة ومشاغل الحياة، بقى للأسف المكان العكس. اللي بيهرب منه في حين ان هو المفروض يكون هو المكان اللي بيحتوينا وهو المكان اللي بيدفي الأسرة كلها مش بس المراهقة. ده ليه بقى؟ ده يعني هيخلينا نسأل ايه هي الأسباب والدوافع اللي خلت في ظاهرة هروب المراهقين من أسرهم؟ الظروف الداخلية والظروف الخارجية وانا في النص. تمام. انا عاوز حاجات الظروف الداخلية رفضها اللي هو البيت والظروف الخارجية بتقول لي فطبيعي هروح للحاجه اللي هتشبع الرغبات اللي ناقصه جوايا. بصي في نموذج اسمه نموذج هرم او هرم ماسلو للاحتياجات الانسانيه. من واحنا اطفال لحد ما بنموت بنسعى دايما ان احنا بنحقق الاحتياجات دي. اول حاجه الاحتياجات الفسيولوجيه، الاحتياجات الفسيولوجيه حاجتنا للاكل والشراب والهواء، الحاجات الاساسيه ان انا اعيش. بعد كده الحاجه للامن، ان انا عندي اسره بتحسسني ان انا في امن في استقرار. بعد كده الحاجه للانتماء، ان انا منتمي للاسره، منتمي للوطن، منتمي للبيت. بعد كده ببدا هنا بقى الحاجه اسمها تقدير الذات وتحقيق الذات. هنا بيحصل بقى عدم التوازن بقى مع الطفل المراهق او مع الشخص المراهق. انا هنا انتوا ممكن تكونوا بتشبعوا لي الحاجات الماديه، بس فين الحاجات المعنويه؟ فين الحاجه للحب؟ هنا الحاجه لتقدير الذات بقى، فين الحاجه للحب؟ فين الحاجه للتقدير؟ فين الحاجه ان انتوا شايفيني وان انتوا حاسين بيا وان انتوا فعلا قادرين تفهموني؟ تمام. انا لما البنت اللي بتبقى يعني عندها 18 سنه، يعني هنا بيبقى الخطا من عند الاسره طبعا. طب لو في حلو جدا ان احيانا بيبقى الاسره هي العامل الرئيسي وعامل الاساسي، بس بيلفت نظرنا ان بتبقى في اسر محتويه اولادها وعارفه تتفاهم معاهم ومصاحباهم وعارفه عندها وعي كافي للتعامل، ومع ذلك بتبقى الابناء عندهم حاله من التمرد. هل بقى في دوافع خارجيه بتاثر على المراهق بتخليه يلجا للظاهره دي؟ طيب خلينا نتفق على حاجه، انا عمري ما هيكون عندي سلوك غير سوي الا لما هيكون في 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 مؤثر خارجي هو اللي اثر على الحاجه ديت ان هي ما تبقاش فيها بالانس او فيها توازن. زي ايه مؤثرات خارجيه؟ حاجات كتير بقى. انا ممكن اسرتي تكون شبعالي حاجتي للحب. يعني انا كنت قبل كده بتدرب في مستشفى نفسي، كان في شاب 18 سنه. الشاب ده يعني ظروف الماديه كويسه، الوحيد على البنات، كل مطالبه مجابه. الولد مشكلته في حاجة، انتوا بتحققوا لي كل حاجة والحب وكل حاجة، انا عارف كل ده، بس في حاجة كده ناقصة، في حاجة ناقصة هي اللي مخلياني مش عارف ان انا اتعايش معاكم ومش عارف ان انا اكون مبسوط. الحاجة دي اللي هي ايه؟ تخيلي هي ايه؟ في كتاب دكتور محمد طه كان بيقول دايما ان احنا بنسعى في حياتنا كلها على ثلاث حاجات نشبعهم، حاجات نفسية. اول حاجة الحاجة للشوفان، الحاجة للتقديس، الحاجة للتوأمة. ان هو مش حاسس ان انا متشاف، مش حاسس ان انا ليا حد اقلده في كل حاجه. انتوا بتدولي كل اللي انا عايزه، لبس بتجيبولي، فلوس، عربيه، كل حاجه تمام، حب بتحبوني. غياب القدوه. غياب القدوه. بابا مسافر، مامته مش موجوده، اللي انت عايزه يا حبيبي خد. انا هو حاسس ان انتوا بتحبوني بس ده مش واصل، وبدال احساس الحب ده مش واصل انا بحبك، بس فين بقى؟ انا ممكن ان انا بدي لك كل حاجه، حاجات ماديه وحاجات معنويه، بس في حاجه مش واصله جوايا، مفيش ربط ما بيننا، مفيش لينك كده حاصل ان هو يحسسني بالاحساس ده. ده خلى المراهق المثل ده يوصله لحاله من الهروب
الفكري اللي هو أخطر من الهروب الجسدي. الهروب بكافة أشكاله طبعا إحنا بنحاول نعالجه وبنسلط الضوء عليه النهاردة في الحلقة، بس إزاي أعرف إن ابني أو بنتي اللي في سن المراهقة بدأ يدخل في مرحلة الهروب الفكري، وهل الهروب الجسدي هي مرحلة تالية للهروب الفكري؟ حلو قوي. الهروب الفكري بينبع دايما من الحاجات اللي لسه قايلينها، من الاسباب دي، وخصوصا من اسباب الاسره، وان هو ما فيش يعني توازن ما بين الحاجات، المحيط الخارجي للشخص والمحيط الداخلي. طيب هنا بقى ما فيش توازن، فهبدا افكر طب انا اعمل ايه؟ لا انا لازم اتمرد عليهم، ودي اصلا من الصفات بتاع المراهقه او من السمات بتاع مرحله المراهقه هي التمرد، ان انا ما حدش يامرني بحاجه، انا اللي عايزه هعمله. واكتر كلمه يقولوها ايه؟ عنده احساس بالاستقلاليه. اه، واكتر كلمه كمان هيقولوها انا مش صغير يا ماما، انا عارف انا بعمل ايه، ماما بطلي تعامليني كاني طفل. دي اكتر كلمه فتره المراهقه دي بتتقال، يمكن احنا برضو كنا بنقولها. ويبتدي ينعزل بقى بالموبايل بتاعه ونعيش في جزر منعزلة جوه البيت، ويبدأ يتعرف على ناس تانية، يبدأ ان هو يخبي على اهله او هي تخبي على اهلها. البنات وخصوصا في فترة المراهقة لازم نقول بقى فيه احتواء للبنات، خصوصا البنات. ليه؟ لان البنت طول ما هي مفيش اشباع للجوانب العاطفيه، لان البنت بتيجي دايما بالعاطفه، احتياجاتها اكتر من احتياجات الولد، احتياجات العاطفيه. فاقل كلمه هتسمعها من بره هتلجا ليه، هو هنا بقى بيحصل التشتت بتاع التشتت الفكري، انا عايزه اهرب منكم. وفي بنات احيانا بتعمل حاجه يعني مش ظريفه، والصحبه كمان بيبقى عليها عامل الصاحب ساحب. دي كنت لسه هقولها، ان هي بتكذب على اهلها. الاصدقاء عندهم شيء مقدس. بالظبط. اه ليه؟ لان هم في نفس دماغهم ونفس تفكيرهم، فاي حاجه انتوا هتقولوها لي هتبقى خطا. اللي هو الاهل يعني، اي حاجه هتقولوها خطا. فنتيجه الافكار والانفعالات اللي مش متظبطه عند الشخص المراهق هتدفعه ان هو يعمل ايه. احيانا بنسمع البنات اللي هربت من اهلها، والشباب اللي بينتحروا واللي بيجي لهم اكتئابات. ده بقى هياخدنا لنقطه مهمه جدا، وهي اثار هروب الابناء على نفسهم، ده بيأثر على مستقبلهم وعلى اسرهم. ايه هي الاثار المترتبه على هروب المراهق من بيته؟ البنات في النقطه دي بيبقى في اختلافات شويه ما بين البنات وبين الشباب. وطبعا البنات هنا ان هي بيبقى في استغلال عاطفي، في استغلال جنسي، في استغلال مادي، كافه انواع الاستغلال عشان بس تشبع ثقب نفسي ناقصها جواها. تمام. غير ان هي ممكن تضيع مستقبلها، غير ان هو كمان ممكن يبقى اكثر عرضه ان هو يتصاحب شله او صحاب يعرضوا عليه ان هو يشرب حاجات مخدرات او مواد مخدره من اللي احنا بنسمعها. فهنا او ممكن القتل والجرائم الكتيره جدا اللي بقينا بنسمعها، وده بسبب غياب دور الاهل، وان انا ما فيش لينك بيني وبين ولادي. فبنلاقي ان الكوارث دايما، شايفه ان الكوارث بتاعه المجتمع اللي احنا عايشين فيه سببها هو الاسره، المراهق كمان الأسرة. في السن ده سن خطر وسن حرج. بالظبط. فالاسره هنا فين دوركم؟ انا لازم اسمع في الفتره بتاع المراهقه دي، لازم اسمع اكتر ما اتكلم، لازم نحتوي طبعا في السن ده. طيب لو من الاستماع حلو جدا، لو لا قدر الله بقى حصلت الكوارث دي، هل في امكانيه ان احنا نقدر نصلح ونستوعب المشاكل دي لو لا قدر الله حصل مشكله كبيره من المشاكل؟ بصي انا دايما بقول حاجه، طول ما الانسان فيه نفس، طول ما هو قادر على التغيير وعلى مواكبه والتكييف مع الظروف اللي هو فيها. حلو جدا. يعني دايما لما ام تقول لي ايه، انا ابني بقى مش عارفه ايه، الطفل انا خلاص ابني بقى عدواني وبقى انا خلاص انا فقدت الامل فيه. فلا، انا بدال انا فيا نفس وهو فيه نفس، يبقى قادرين احنا الاثنين ان احنا نغير من بعض. فحته التغيير هنا مطلوبه، حته ان انا الجا لاخصائي نفسي او طبيب نفسي او اخصائي تعديل سلوك يظبط الافكار والمعتقدات والمشاعر ويشتغل بالعلاجات النفسيه، دي حاجات جميله جدا. انا مش عارفه، عندي طفل مراهق في البيت فمش عارفه اتعامل معاه، مفيش مشكله ان انا اخد كورسات او اقرا كتب او ان انا استشير ناس، اشوف فيديوهات، انزل ادرس الحاجات دي. نفسيه المراهق مهمه جدا، خاصة ان بتبقى في اسر عندهم بعض الايديولوجيات والمعتقدات، انا خلاص بوفر لاولادي الاكل والشرب والمدارس الانترناشونال والفلوس والوسائل الترفيهيه، هي طبعا حاجات شوفي بقى مشكلات السلوكيه، بس في نفس الوقت على الجانب الاخر الجانب المعنوي وجانب ان يبقى في حوار ما بيني وما بين ولادي، يبقى في تفاهم، في دعم، في حل لبعض مشكلاتهم. النقطة دي أحيانا بتغيب عن بعض الأسر، فهل الآباء بيحتاجوا فعلا، يعني الصح إن هم زي ما كنت بتقولي يتوجهوا لإرشاد نفسي ويبتدوا إن هم يطوروا من نفسهم، وممكن ده
يعني يفعلوه ازاي في ظل ان بقت الحياه فيها مطحنه الحقيقه، بتبقى الاحيان الام بتعمل والاب بيعمل والوقت ضيق، وبيسعوا ان هم يدخلوا دخل للاسره عشان تعيش الاسره في مستوى مادي واجتماعي معين. طيب لو تيجي تشوفي معظم الاسر هتلاقيهم اصلا في ابهات وامهات كتيره جدا لا تصلح لعمليه التربيه. حلو جدا. فلما هيجوا ينقلوا التربيه اللي هم تربوا بيها الاولاد بينقلوها اصلا غلط. فانا دايما بقول انا نفسي ان احنا نعمل حاجه بسيطه جدا قبل ما الناس تتجوز، يا جماعه روحوا خدوا كورسات، بدل ما احنا بنهتم قوي بحته ان احنا نروح نعمل التحاليل والفحوصات، يبقى برضو في فحوصات نفسيه. الفحوصات الطبيه دي امرها سهل، بس الفحوصات النفسيه اللي بتتنقل لاولادنا دي امرها مش سهل خالص. تخيلي اب عنده اضطرابات شخصيه او عنده زي ما بنسمع اضطراب الشخصيه النرجسيه او السايكوباتي، فده بيأثر على الام، فلما بيخلفوا اطفال بيكتسبوا الاضطرابات ديت، فبالتالي دول لما يخلفوا وبتبقى دايره مش بتخلص. تمام. يعني ضروري قبل عمليه الجواز يبقى عندهم تثقيف للذات، وبرضه يبقى عندهم تظبيط الاولويات، لان زي ما انت ما قلتي ان ده اهم من يعني او الماكل والمشرب مهم، بس ده اهم نفسيه المراهق والسن ده مهم جدا. وفعلا زي ما بتقولي بقت مراكز الاستشارات الاسريه والاستشارات النفسيه كتير جدا، لو انا محرجه زمن مختلف عن اجيب الزمن كتب، اشوف فيديوهات، اتفرج على قنوات تلفزيونيه، مفيش اكتر دلوقتي من الحته دي. ليه؟ لان الابحاث والدراسات الاخيره اكدت فعلا ان كل مشكلات الناس العمال في المصنع، في المدارس، مشكلات كل الناس سببها نفسي الاسره. التكوين النفسي بتاع الاسره فين يا جماعه؟ فين التكوين النفسي بتاع طفلكم اللي هيبقى كبير ومسؤول؟ احنا بنربي طفل ان هو يكون معتمد على الذات، لازم اكون عارفه خصائص المرحله اللي بيمر بيها الطفل او المراهق عشان ان انا اخد بايده ونطلع انا وهو سوا. حلو جدا. انا حابه اضيف لكلامك موضوع كمان، ثقافه الاعتذار هي للاسف غايبه عن بعض الاباء، في حين ان يعني لو هم وصلوا لاولادهم ان زي ما انت بتخطا والمفروض تعتذر، انا كمان كاب وام ما فيش مشكله عندي ان انا اعتذر، لان احنا بشر والخطا ده شيء من بشريتنا. ده من جدول انا كنت عاملاه، جدول تعديل السلوك مع الاطفال، ان انا لما اجي اعدل سلوك طفلي، طب انا برضو كأمامة عندي السلوكيات برضو عايزه تتعدل، ان انا بزعق له او بتعصب عليه. فالجدول اللي انا كنت بقول ان الام والاب هيطبق على كل افراد البيت، كل واحد له ورقه كده تعلق على الحيطه، واللي هيعمل حاجه صح نبقى متفقين على الحاجات الصح والحاجات الخطا، واللي هيعمل حاجات صح هنروح نحط له صح والخطا خطا. دي اجمل حاجه ممكن اختم بيها معاكي استاذه امنيه، وبشكرك جدا على المعلومات القيمه. شكرا جدا لك يا نسمة. والحقيقه بالنسبه لموضوع الاسره وان احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن الانتماء، الانتماء حابين نختم بالمعنى ده، لان الطفل او المراهق لو ما عندوش انتماء لاسرته مش هيبقى عنده انتماء لمجتمعه، ولا عنده انتماء لبلده ولا لهويته، وده اللي للاسف بنعاني منه في مجتمعاتنا العربيه، ان اغلبنا ما عندوش انتماء لهويته العربيه وبنقلد الغرب، وثقافتنا للاسف في وسط ده كله بدات تغيب. بشكر حضراتكم، بشكر ضيفتي، وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم الأسبوع القادم قبل نص ساعة من دلوقتي. دمتم في أحسن صحة وأحسن حال. كنت أنا معاكم نسمة عبد الوهاب وبيوت دافية.